مع الزميل خليل بن عيسى. وصيف الذهبي تنقل لمواجهة الملاحق شبيبة الثورة، هذا الأخير الذي وضع نقاط اللقاء هدفا من أجل البقاء في الصراع على البوديوم. تشكيلتان تعززتا ببعض الأسماء في سوق التحويلات، حضر البعض منها في خيارات المدربين. المرحلة الأولى من اللقاء جاءت فاترة، ورغم النزعة الهجومية ظاهرا فقد تمركز اللاعب في منطقة الوسط. الجمهور انتظر طويلا حتى الدقيقة 20 ليتابع هذه المحاولة من فرحي. المحليون حاولوا فرض منطقهم وركن الضيوف للدفاع حتى حانت أخطر محاولات هذه المرحلة الأولى عن طريق خوالد، الذي حرم القائم كرته من الوصول إلى شباك الحارس صالحي. لينتهي الشوط الأول بعد هذه المحاولة من زيري حمار التي لم يكتب لها النجاح. الشوط الثاني دخله نبيل نغيز بتغيير أقحم فيه الوافد الجديد إيمانويل أوليمونغو، والذي أخذ مكان فرحي. تعزيز هجومي كاد أن يأتي بالجديد عند الدقيقة 51 من اللقاء. وبينما كثفت الشبيبة من هجماتها، استغل هجوم شبيبة القبائل ارتباكا في دفاع المحليين في هذه الركنية التي حاول ناتاشي التقاطها ليكمل فيستون محاولة أوتشي، موقعا أول أهداف اللقاء لضيوف. شبيبة الثورة رمت بثقلها باحثة عن التعديل عن طريق حامية، فيما شارك المدافعون في الحملات الهجومية، حيث قدم بكاكشي وخوالد ويوسوفا دعما مهما كاد أن يثمر في عديد المناسبات. وحتى جاليت وأوليمونغو لم يحالفهما الحظ في توقيع هدف التعديل. بينما طالبت الشبيبة المحلية بالجزاء في مناسبتين متلاحقتين قبل 9 دقائق من نهاية اللقاء، الضيوف بحثوا عن قتل المباراة في دقائقها الأخيرة، إلا أنهم وقعوا في مصيدة التسلل، إلى حين تأكد الجميع أن المحليين لم يكونوا في يومهم وخانهم الحظ وضيعوا نقاط أول مباريات مرحلة الإياب أمام منافس عرف كيف يعود بالزاد كاملاً.